يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاتته صلاة العصر مع الجماعة، رجل فاتته صلاة العصر مع الجماعة، نعم. فهل يجوز لمن رآه ممن هو في المسجد أن يتصدق عليه وأن يصلي معه مع أن الوقت وقت نهي؟ لا بأس بذلك، أنه يصلي معه ليجبر الجماعة بدلا أن يصلي منفردا، ويصلي معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا يصلي معه. لما جاء رجل فاتته الصلاة. نعم.